بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 91 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. في ضوء الآية الكريمة عن الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها، والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقن منها إنه كان ظلوما جهولا. حدثونا عن عظم الأمانة وعن منزلتها في الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمانة مأخوذة من الأمن وهو ضد الخوف، والله عظم من شأن الأمانة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي هذه الآية يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، لأن الله عرضها على تلك المخلوقات العظيمة عرض تخيير ولم يعرضها عرض إلزام، فمن أداها له الأجر وحافظ عليها، ومن خانها فعليه الإثم. فآثرت هذه المخلوقات السلامة على الغنيمة، أبينا أن يحملنها، امتنعنا من حملها لعظم مسؤوليتها، وأشفقنا منها، خفنا من الأمانة. هذا يدل على عظم الأمانة. وحملها الإنسان آدم وذريته، آثروا الغنيمة على السلامة حبا للأجر، حملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، فيه هاتان الصفتان، هذا جنس الإنسان. وأما من الإنسان من هو خير ومن هو طيب، منهم الرسل ومنهم الأنبياء ومنهم الصالحون، ولكن المقصود جنس الإنسان. فمن صفة جنس الإنسان الظلم والجهل الذي هو عدم الحلم، لأن الجهل على قسمين: جهل بمعنى عدم العلم، وجهل بمعنى عدم الحلم. إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة المراد بها في هذه الآية الكريمة الأوامر الشرعية، فعل الطاعات وتجنب المحرمات مع توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. هذا هو أعظم الأمانة التي حملها الله خلقه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة أمانة بين العبد وبين ربه جملة وأفرادا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمانة والطهارة أمانة. هذه أمثلة، والأمانة عامة لكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، أمانة بين العبد وبين ربه. وكذلك الودائع التي تكون عند الأمناء للناس، أكثر الناس ما يفهم من الأمانة إلا هالنوع هذا، يحسب أنها مقصورة على الودائع، ليس كذلك. الودائع نوع من الأمانة، يجب عليه أن يؤديها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا نوع من الأمانات. وكذلك من الأمانة الأسرار بين الناس، السر أمانة تحافظ عليه ولا تفشيه لأنك مؤتمن عليه. وكذلك من الأمانات العمل الوظيفي الذي يوليك عليه ولي الأمر، إمارة أو وكالة أو أي عمل وظيفي، فإنه أمانة في ذمتك، وأيضا تأخذ عليه أجرا، فهو أمانة في ذمتك يجب أن تؤديه نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، تقوم بالعمل الموكول
إليك في الوظيفة ولا تبخس منه شيئا فهو أمانة، إذا تركت منه شيئا وفرطت فيه فإن هذا خيانة للأمانة، يجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الله يقول: هل في الفضة زكاة؟ وكذلك أسأل أن والدتي عندها ذهب ولم تدفع الزكاة لخمس سنوات مضت. نعم، الفضة فيها زكاة، زكاة الذهب والفضة من أنواع الأموال الزكوية الذهب والفضة، لابد من بلوغ النصاب، ونصاب الفضة 100 درهم بالدرهم الإسلامي، ومقدارها 140 مثقالا، مقدارها بالريالات السعودية الفضة 56 ريالا، هذا مقدار النصاب في الفضة، أو ما يعادله 56 ريالا الفضة من الأوراق النقدية، هذا هو نصاب الفضة، والواجب فيها ربع العشر 2.5%. وأما الذهب الذي عند والدتك إن كانت تريده للاستعمال والحلية فليس فيه زكاة، وإن كانت تريده للقنية والتجارة وبلغ نصابا فأكثر ففيه الزكاة، هي ربع العشر. ونصاب الذهب، نصاب الذهب 20 مثقالا، وهي بالجنيه السعودي 11.5 جنيه أو ما يعادلها من الأوراق النقدية. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز ترك التكبيرات في صلاة الاستسقاء؟ وإذا تركها الإنسان ماذا عليه؟ التكبيرات في صلاة الاستسقاء سنة، إذا تركها فلا شيء عليه، إنها مستحبة، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل في صلاة الاستسقاء مثل ما فعل في صلاة العيد، وقد كبر صلى الله عليه وسلم التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، فصلاة الاستسقاء مثلها. أحسن الله إليكم. أم أحمد من مكة المكرمة تقول: هل يجوز التحزب لأي جماعة؟ يجب التحزب لأهل الحق وأهل السنة والجماعة، ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، أما الأحزاب الأخرى المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فلا يجوز الانتساب إليها، قال الله جل وعلا: فيهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وفي الآية الأخرى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائلة تقول: شيخ، بالنسبة للأظافر التركيبة هل تدخل في الوصل يا شيخ؟ لا، الوصل في الشعر، هذه تدخل في التصنع بما لم تعطى، وأيضا الأظافر المطلوب والمشروع أن تقلم ولا تترك تطول كأظافر السباع، تقلم الأظافر هذا من السنة، لا تترك أكثر من 40 يوم ولا تقلم، هذا من الفطرة، تقليم الأظافر من سنن الفطرة، من سنن الأنبياء. نعم. عبد الرحمن الدحيم يقول: نسمع البعض عند نزول الأمطار وكثرتها يقول في التهنئة: نبارك لكم هذه الأمطار، ما مدى صحة هذه الكلمة يا شيخ؟ نبارك، الذي يبارك هو الله سبحانه وتعالى، لكن يقول: ندعو لكم بالبركة، جعلها الله مباركة علينا وعليكم، اللهم مزيد وبارك، يطلب البركة من الله عز وجل، أما هو فلا يمنح البركة ولا يقدر على هذا، الذي يمنح البركة هو الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الجلال مع الغطاء للوجه؟ فنحن في القرية وفي البيوت وفي المشاوير قريبون من بعضنا، عندما نذهب ونجي في هذه القرية والجلال مثل شرشف الصلاة لكنه قصير إلى الركبة، فما مدى صحة لبس هذا عند المحارم؟ المحارم لا يحتاجون إلى إجلال، هم ينظروا إلى وجه محارمهم من النساء وإلى كفهن وأقدامهن، لا يحتاج مع محارمها إلى إجلال، إنما الإجلال عند الخروج من البيت والبروز من البيت، تعرضها لرؤية الرجال الذين ليسوا من محارمها، فتلبس الجلال فوق ملابسها وهو العباءة أو الجلباب، زيادة ستر وزيادة احتياط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بأنني متزوج ولي بنات وأولاد، ولكنني الحقيقة
متساهل في صلاة الجماعة وأصلي الصلوات في بعضها في البيت، فهل تصح صلاتي في البيت؟ إن كان لك عذر صلاتك صحيحة، كالمرض أو عذر شدة البرد وتخاف على نفسك، إذا كان في عذر فلا حرج عليك، أما إذا لم يكن لك عذر في ترك صلاة الجماعة فلا يجوز لك هذا، تركت واجبا عظيما وعليك الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. لماذا بنيت المساجد وأنفق عليها وجعل لها الأئمة والمؤذنون والخدم إلا لأن الجماعة واجبة؟ حضور الجماعة للرجال القادرين واجب عليهم ذلك، لكن الصلاة تصح مع قلة أجرها. اللي يصلي مع الجماعة له أجر 25 صلاة أو 27 صلاة كما جاء في الحديث، والذي يصلي وحده من غير عذر له صلاة واحدة فقط. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو سالم يقول: ما الأجر المترتب على التيسير على المعسر؟ فأنا أطلب شخص مبلغا منذ سنوات ولم يسدد لإعساره. قال الله جل وعلا: وإن كان، يعني المدين، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي أنظروه إلى ميسرة، ولك الأجر في ذلك، حيث إنك وسعت على أخيك واحتسبت الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: آخذ جوالي معي إلى المسجد وفيه المصحف كاملا وأقرأ فيه مع وجود المصاحف، ما رأي الشيخ في ذلك؟ لا حرج في ذلك، ما دام أن فيه القرآن مخزن على شاشته وتقرأ القرآن من الكتابة المخزنة أو سواء تقرأ بالمصحف أو في الجوال. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا فضيلة الشيخ يسأل ويقول: بالنسبة لشراء أجهزة كهربائية، فأنا أشتري هذه الأجهزة وأقوم في محلي أقسطها للناس بفائدة، لكن المشتري هو الذي يحدد السعر. نعم، المهم تحديد القيمة، سواء حددها المشتري ووافقته وهو ما يسمى بالسوم، أو أنك أنت أخبرته بذلك، حددتها وأخبرته بذلك ورضي هو بذلك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: بأنني قرأت في باب الثواب على الهدية والهبة، فما الأفضل في الثواب على الهدية، أن تكون أكثر من هدية للمهدي؟ الهدية رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال: تهادوا تحابوا، أي تسبب المحبة بين الناس، وفيها أجر إذا احتسبت بها الأجر من الله عز وجل والعمل بالسنة. تهادوا تحابوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فيها أجر لمن احتسب الأجر وقصد الثواب، هذه هي الهدية. وأما الهبة فهي العطية، الهبة هي العطية، لا فرق بينهما تقريبا، لأن الهبة عطية أيضا. نعم، يقول أيضا وأنا أقرأ في هذا الباب: هل يستدل بحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه في هذا الموضوع؟ نعم، إذا صنع إليك وأهدى إليك يستحب أن تهدي إليه أنت، أن تهدي إليه أنت، تتبادلون الهدايا فيما بينكم، لأن هذا مما يوثق الروابط بين المسلمين. نعم، الشائعات وخطرها، وخصوصا في وقتنا الحاضر وفي وجود وسائل الاتصالات ومن يتسبب بنشرها وما يترتب عليها، ما خطرها يا فضيلة الشيخ وما حكمها في شريعتنا الإسلامية؟ الشائعات لا تروج ولا يعتنى بها ولا يلتفت إليها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه هي الشائعات، لأن النبأ يأتي من مشافهة ويأتي بواسطة هذه الآلات المستحدثة، فلا يجري وراء الشائعات. في الحديث: كفى بالمرء يثمن أن يحدث بكل ما سمع. المسلم وإن اطلع على هذه الشائعات، ونحن ننصحه أن لا يطلع عليها، لكن إن اطلع عليها فليكتمها، إلا ما فيه خير للمسلمين، نصيحة للمسلمين وهو ثابت وصحيح، فإنك تنشره لأجل الفائدة. نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: بأن أمي أفطرت في رمضان 20 يوما عند ولادتي
والدتها لي، وتأخرت والدتي عن القضاء فصمت عنها عند البلوغ، صمت 20 يوما لأمي، فهل هذا جائز وما حكم تأخير أمي لهذه الأيام؟ إن كانت أمك ميتة وصمت عنها هذا صحيح، وهذا من البر بها وإبراء ذمتها. في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من مات وعليه صيام أيصام عنه؟ قال نعم، الله أحق بالوفاء. لما سألته امرأة أمها ماتت وعليها أيام أتصوم عنها؟ قال نعم، اقضوا الله والله أحق بالقضاء. قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله والله أحق بالقضاء. أما إن كانت حية وتقدر على الصيام لا يجزي عنها صيام غيره، لا بد أن تصوم هي قضاء وإن تأخر. وأما إن كانت لا تطيق القضاء فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع عن كل يوم. نعم. أم محمد تقول: رباط يوم وليلة متى يكون بالنسبة للمرأة حتى تواظب عليه؟ رباط اليوم والليلة هذا في الجهاد، والجهاد للرجال، رباط يوم وليلة في سبيل الله على الثغور لحفظ بلاد المسلمين من تسلل العدو. وقد يطلق الرباط على المداومة على الطاعة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم. تقول السائلة: أنا امرأة، بأنها امرأة ولديها الحقيقة بيوت تقوم بتأجيرها 20,000 لكل بيت، فتقول: هل أزكي هذا المال عندما أقبض الأجرة من السكان؟ لا بد من الزكاة. إذا حصلت على الأجرة تخرجين وحال عليها الحول من العقد تخرجين الزكاة ربع العشر، أو لم تقبضيها وهي في ذمة المستأجر لكنك قادرة على أخذها حينما تطلبينها منه، إنك تزكينها إذا حال عليها الحول ولو كانت في ذمة المستأجر. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.